السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم موضوع المتابعة الهندسية جبر الصف الثاني الثانوي. طبعا احنا درسنا قبل كده موضوع المتابعة الحسابية، النهاردة هنتكلم عن موضوع المتابعة الهندسية ونعرف الفرق بين المتتابعة الحسابية والمتتابعة الهندسية. طبعاً في المتتابعة الحسابية كان الفرق بين أي حد والحد السابق فيه مباشرةً يساوي مقدار ثابت، كنا نسميه الأساس ونرمز له بالرمز دال. النهاردة عشان تبدأ المتتابعة الهندسية هيكون الشرط معايا إذا كان الفرق بين هنا خارج قسم الحد حهنون زائد واحد على حهنون يساوي مقدار ثابت، هناك كان الفرق، هنا في الهندسية هيبقى خارج قسم أي حد على الحد قبله مباشرة يساوي مقدار ثابت، والمقدار الثابت برضو هنرمز له بالرمز ر، هناك كان الرمز د، هنا الرمز ر، وبرضو الحد الأول هو نفس الرمز ألف. كانت هناك المتتابعة الحسابية الصورة العامة ليها ألف ألف زائد دال ألف زائد اثنين دال ألف زائد ثلاثة دال. النهاردة الصورة العامة للمتتابعة الهندسية هي ألف ألف ريم ألف ريم تربيع وهكذا. فعشان كده عشان نكون اي متتابع لازم يكون عندي الحد الاول الف والاساس ر، هنا كنت بجمع هنا بضرب الحد الاول الف اضرب ر يديني الف ر تربيع، والحد اللي بعده الف ر تربيع، واقدر اجيب اي حد من حدود المتتابعه، فبسمي الحد العام عندي ح ن الف ر اس ن ناقص واحد. هنا كان الحد العام لو انتم فاكرين كان ألف زائد ن ناقص واحد في د. طبعا انا عارف ان الحد العام ده اقدر اجيب بيه رتبة اي حد من حدود المتتابعة، فانا لو عرفت اي حد من حدود المتتابعة اقدر اجيب رتبة، فاذا عرفت الحد الاخير في اي متتابعة اقدر اجيب عدد حدود المتتابعة. تعال ناخد مثال على الملاحظة دي، قال لي عندنا ادي المثال الأول، عندي متتابعة هندسية حدودها 5 10 20 والحد الأخير 1280، بيقول لي أوجد عدد حدود المتتابعة ومديني اختيارات. طبعا النظام الجديد ان انا بختار الاجابه فقط، طبعا انا عشان اجيب عدد حدود المتتابعه عشان اختار هعتبر دي مساله، عشان احل المساله دي اول حاجه ايه هطلعها؟ الف، الف بكام؟ بخمسه، وريه ريه هنا مش هطلع، هكسب 10 على 5 يساوي 2، مين الحد الأخير؟ 1280، هطبق قانون الحد العام، يبقى أنا عندي ح ن هيساوي 1280، إيه قانون الحد العام؟ أ ر أس ن ناقص 1 يساوي 1280، أ بكام؟ هعوض 5 في ر، ايوه 2 اس ن ناقص 1 يساوي 1280، هنضرب 5 في 2، طبعا ما ينفعش اضرب هنا لان الاساسات غير متساويه، يبقى هعمل ايه؟ هقسم 1280 على 5، يبقى 2 اس ن ناقص 1 1280 على 5. طبعا معاك الآلة الحاسبة بتاعتك هتقسم، هيبقى الناتج بتاعي 200
56. أصبحت معادلة أسية، أحاول أخلي الأساسات زي بعض، يبقى 2 أس ن ناقص 1، هحول حتى ليها 2 أس كام؟ 8 باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتك. أصبح عندك معادلة أسية، الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس يساوي الأس، يبقى ن ناقص 1 يساوي كام؟ 8. إذا النون تساوي كام؟ ها؟ أيوه هتساوي 9. يبقى كده أنا وصلت للاختيار الصحيح. يبقى اختيار حبها ها؟ د. يبقى إذا اختياري هيبقى د. يبقى الملاحظة اللي أنا قلت عليها، لو طلب مني عدد حدود أي متتابع، يبقى عشان أجيب عدد حدود المتتابع بجيب رتبة الحد الأخير. تعالوا كده نشوف مثال تاني عندي برضو ازاي اجيب اي حد من الحدود المتتابعة بس مش مديني اعداد. فانا عندي في المثال بقول اختار الاجابة الصحيحة لاي متتابعة هندسية، يكون حاصل ضرب الحد الاول في الحد الخامس يساوي مربع الحد الثالث أو مربع الحد الأول، مربع الحد الخامس، أو مربع الحد الثاني. طبعاً أنا عشان أحل المثال دي هروح أرجع للصورة العامة اللي أنا قلت فيها إزاي أجيب أي حد من الحدود. أنا عندي الحد الأول ها؟ إيه رمزه؟ أيوه الحد الأول ألف، والحد الخامس أيوه ها؟ ألف ليه قص 4. أنا عاوز أحسب حاصل الضرب، يبقى ح واحد في ح خمسة يساوي ألف في ألف ليه قص 4. عشان أضرب طبعا هضرب ألف في ألف، أنا عارف الضرب بعمل إيه؟ بجمع الأسس. يبقى عندي ح واحد في ح 4 هتساوي ألف تربيع ها ر أس 4. أنا طبعاً عاوز أحول دي إلى أي حد من الحدود. لاحظ كل الاختيارات اللي عندك مرفوعة للأس 2. طب أنا لو حولت دي للأس 2 هجيب الجذر، يبقى ألف ر تربيع. تعال بص اللي جوه القوس ده يعتبر الحد الكام؟ ايوه الاس كام؟ 2. يبقى الحد الثالث، يبقى الاجابه هتبقى الحد الثالث اس 2. وصلت للاجابه؟ ايوه. يبقى اجابتك هتكون ها رقم الف. يبقى اذا الاجابه بتاعتي الاجابه الف. يبقى انا في المثال الاول كان اداني اعداد، انت عملت مع الاعداد. في المثال الثاني اداني حدود بدلالة الألف والراء. لو أنا جيت بصيت مثال ثاني طلب مني برضه فيه متتابعة هندسية وطالب مني الأساس. تعالوا كده نشوف المثال مع بعض. بيقول لي برضه اختار الإجابة الصحيحة. عندي متتابعة هندسية فيها جيم 3 ناقص جيم 2 يساوي 9، وح 5 بيساوي 81، فإن أساس المتتابعة. طبعاً أنا هنا لازم أفرق بين كلمة جيم 3 وح 5. جيم 3 دي معناها مجموع الحدود الثلاثة الأولى، وجيم 2 مجموع الحد الأول والثاني يساوي 9. طبعا المعلومة دي معاك انت خدتها في المتتابعة الحسابية في ملاحظة كانت بتقول جيم نون ناقص جيم نون ناقص 1 يساوي ايوه الحد النون. فبناء على القاعدة دي اقدر احولها لحد جيم 3 ناقص جيم 2 يساوي كام؟ 9. ايه معناها؟
بناء على القاعده دي ايوه دي يعتبر الحد الكام؟ ها الحد الثاني يساوي 9. ايه معنى حرف 3؟ اي معناه ان الحد الثالث ا ب تربيع تساوي 9، ودي المعادله الاولى. يبقى اما المعادله الثانيه فعندي بيقول لي ح 5 يساوي 81. ايه معنى ح 5؟ اي معناها ألف ر أس 4 يساوي 81. تعال نشوف الفرق ازاي نجيب الألف والر. طبعا انت في المتتابعة الحسابية كان بيبقى معاك معادلتين من الدرجة الأولى، كنت تحلهم بالحذف أو التعويض، إنما هنا المعادلات بتاعتي ما ينفعش فيها الحذف، هنا بستخدم طريقة القسمة، هروح أقسم أقول بقسمة المعادلة مين؟ 2 على 1. طب واحد يقول لي ليه؟ لأن أنا في القسمة بعمل إيه للأسس؟ بطرح الأسس، يبقى أحط الأس الكبير في البسط مش العدد، الأس الكبير، فلما أجي أقسم هيبقى المعادلة بتاعتي أ ر أس 4 على أ ر تربيع 81 على 9. الألف هتتحذف مع الألف، والر أس 4 لما أقسمها على ر تربيع بطرح الأسس مش بقسم 4 على 2، يبقى ر تربيع هيساوي 9. كده أصبح معايا طالما ر الأس بتاعها زوجي يبقى معايا كام إجابة؟ إجابتين، إما ر بيساوي 3 يا إما ر بتساوي سالب 3. طبعا المثل اللي عندي أنا إيه بيقول لي؟ اختر. لو بصيت في الاختيارات بتاعتي نمرة أ طبعا 2، طبعا إجابة خاطئة، نمرة ب الإجابة كام؟ كاتب لي 3، وأنا عندي الاختيار 3، يبقى إذا الاختيار الصحيح مين؟ رقم ب. يبقى كده أنا من خلال الثلاث أمثلة قدرت أعرف إن أنا أقدر أكون أي معادلة أو أقدر أجيب ر أو أجيب ألف. وبكده إن شاء الله يبقى لنا تكملة مع الموضوع الثاني اللي هو الوسط الهندسي والعلاقة بين الوسط الهندسي والوسط الحسابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.